في نطاق الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية 428 نشاط متنوع، أنشطة دينية وأنشطة تتعلق بمسابقات قرآنية وإحياء للذكرى. هذه الأنشطة تتمثل في 170 مسامرة ومحاضرة دينية تلقى بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتتحدث بالأساس عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن برمجة عديد الأنشطة ذات الصلة بسرد القصة النبوية بالتعاون مع فرق الإنشاد الديني. تقام هذه الاحتفالات المحلية وتشمل مختلف المعالم الدينية في ولاية نابلس، فضلا عن الاحتفال الجهوي بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث ينعقد موكب للاحتفال بهذه الذكرى بجامع الكرمة مساء يوم السبت 11 ربيع الأول، بجامع الكرمة بنابلس كما قلت بإشراف السلطة الجهوية. ومن فقرات هذا الاحتفال بطبيعة الحال تداوى آيات بينات من القرآن الكريم، إلقاء مداخلتين، المداخلة الأولى حول فضل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وكيف نربي الأجيال اللاحقة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك المداخلة الأولى فيها الشيخ الحبيب بصاع الإمام الخطيب جامع الكرمة، والمداخلة الثانية بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم النبي المعلم، وهذه المداخلة يلقيها الشيخ محمد الوحيشي وهو الواعظ المحلي بمعتمدية نابل، ويتخلل الحفل بطبيعة الحال انشاد وصلات من الانشاد الديني تؤمنها فرقة الأنصار بدار شعبان الفهري. إضافة إلى ذلك بطبيعة الحال هناك أنشطة مختلفة، هذه الأنشطة تتمثل في مشاركات لأبناء الكتاتيب في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال إلقاء القصائد الدينية التي تتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هناك أنشطة أخرى بالتنسيق مع جمعية قيامة مدينة دار شعبان الفهري متمثلة في الأيام المولدية، وتتخلل أنشطة الأيام المولدية عرض يعني لوحات في الخط العربي الأصيل، وكذلك مجموعة من الوصلات الإنشادية، وكذلك مداخلات علمية ودينية حول مولد النبوي الشريف. هذا جملة الأنشطة الدينية التي تؤمنها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بهذه المناسبة الكريمة.